بيبدأ الفيلم بالمهندس كلايد وهو موجود في بيته، وبنعرف انه مهندس ناجح في شغله وكان عامل ورشة التصليح بتاعته في البيت، وكانت بنته قاعدة جنبه وبتصنع اسورة لامها. وفجأة وهم قاعدين ومراته بتحضر العشاء في المطبخ، الباب بيخبط، فبيروح كلايد عشان يفتح الباب، وبيتفاجئ باتنين لصوص وهم بيهجموا عليه، وكان في واحد منهم ماسك عصاية بيسبول وبيفضل يضربه بيها بعنف لحد ما بيقع على الارض وربطوا ايده ورجله، والتاني بدأ يسرق حاجات من بيته، ومراته بتيجي ساعتها على صوت الضرب، فواحد من المجرمين بيضربها وبيوقعها على الارض، وبيحاول كلايد انه يقاوم الضرب ويقوم يساعد مراته، بس واحد منهم بيطلع سكينة وبيطعنه في جنبه وبيعرفه انه مش هيقدر يحارب القدر، وبيطعن مراته هي كمان، وبعدها بيغتصبها وبتموت. وبيتفاجئ كلايد ببنته الصغيرة واقفة بتراقب اللي بيحصل فيهم، وبيفضل يعيط ويصرخ ويقول لها تهرب بسرعة، لكن للأسف بنته هي كمان بتتقتل قدام عينه. وبعد سنة بتكون لسه قضية كلايد ما اتقفلتش، وبيكون ماسكها المحامي نيك، وبيقول للمدير بتاعه انه شايف ان القضية دي خسرانة وهو مش هيترفع في قضية مش واثق انه هيكسب فيها. وبيكون نيك عنده معاد مع كلايد وبيقعد معه وبيقول له انا عاوزك تثق فيا، وفهمه ان اللص داربي اللي هجم على شقتك وافق انه يشهد ضد زميله ايمز، وبالتالي ايمز هياخد اعدام، لكن داربي هيتحكم عليه بالشروع في القتل من الدرجة الثالثة وهيتحبس في حدود 5 سنين، وده لان الحمض النووي بتاع داربي ما كانش كفاية علشان يتحكم عليه بالاعدام. وبيتصدم كلايد من كلامه لدرجة انه بيبكي، وبيأكد للمحامي انه شاهد على قتل مراته وبنته وانهم ماتوا قدام عينه، وبيرد عليه نيك وبيفهمه انه كان مغمى عليه فاكيد شهادتك مش هتبقى معترف بيها. وبيتعصب كلايد جدا وبيقول له ان اللي قتل مراته وبنته هو داربي مش ايمز، فبيتعصب المحامي هو كمان وبيقول له انت لازم تفهم ان ده الحل الاضمن ليك، لان ممكن هما الاتنين يخرجوا براءة ومحدش منهم ياخد اعدام. بس كلايد كان مصمم ان الاتنين مذنبين وبالاخص داربي، وبيترجاه انه ما يعملش صفقة مع داربي عشان ده هيكون ظلم لمراته وبنته. لكن نيك ما كانش مهتم غير بمكسب القضية وبيرفض يسمع كلام كلايد، وفعلا الصفقة بتتم بالاتفاق مع محامي ديربي ومع نيك المحامي بتاع كلايد. وبيطلع نيك برا المحكمة، وبتكون الصحافة مستنياه برا المحكمة وبتسأله عن اللي حصل في الحكم وهل هو شايف اللي عمله ده هو العدل ولا لا، فبيرد على الصحافة وبيعرفهم ان قانون امريكا هو اللي حكم والقانون ما فيهوش ظلم نهائي. وبعد كده بيطلع داربي وبيسلم عليه وسط جماعة الصحفيين وبيشكره علشان وقف في صفه، وبيكون كلايد ساعتها واقف بيبص عليهم بخيبة أمل ومش مصدق إن كل الظروف بقت ضده. وبعد 10 سنين بنشوف نيك مع بنته اللي بتحضر له الفطار، وبياخد قطمة منه بسرعة عشان اترقى في منصب جديد وبقى نائب المدعي العام ومبقاش عنده وقت زي الأول. وبيروح نيك عشان يشهد على إعدام إيمز عن طريق الحقن الغير مؤلم، وبيكون في 3 أنواع من السوائل بتدخل على الوريد بتفقد الشخص الوعي وبيموت من غير إحساس بالألم. وساعتها نيك بيحضر الإعدام ومعاه المحامية سارة اللي بتكون خايفة جدا عشان أول مرة ليها، وكمان كان موجود محامي داربي وبقية أعضاء المحققين، وكان آخر كلمات إيمز ليهم إنه مظلوم وما قتلش حد، وإن الراجل اللي المفروض يتعدم موجود برا السجن وبيعيش حياته الطبيعية. وبعد ما دخل آخر سائل في الوريد بيحصل لإيمز تشنجات وبيفضل يصرخ وجسمه كله بينزف دم، وبيخرج فريق التحقيق وبيطلب منهم نيك تحقيق عن كل المسؤولين عن تعبئة السائل ده. وساعتها واحد من المحققين بيجيب علبة المحلول الأخيرة وبيلاقي مكتوب عليها ما تقدرش تحارب القدر، وبتكون دي جملة داربي اللي قالها لكلايد قبل ما يقتل مراته وبنته، واللي قالها لنيك برضه لما كان بيسلم عليه وقت الحكم وبيشكره لانه قدر يساعده، وبيفتكروا ان داربي هو اللي عمل كده. وبتروح الشرطه لبيت داربي، بس قبل ما توصل بتيجي مكالمه لداربي من شخص مجهول ان الشرطه في طريقها ليه، وبيطلب منه يروح ناحيه الشمال وهيلاقي عربيه شرطه وفيها شرطي مغمى عليه علشان هو ضربه بالصاعق الكهربائي وفاضل له دقيقه ويفوق. وبيسمع داربي كلامه وفعلا بيوصل لمكان العربيه وبيضرب الشرطي بمسدس على راسه عشان يفوقه، وبعدها بيصوبه عليه وبيهدده بيه عشان يهرب من الشرطه. وبعد كده وصلوا المكان مقطوع ونزل داربي الشرطي من العربيه، وفضل الشرطي يترجاه انه يرحمه وما يقتلوش، وفجاه بيرن موبايل داربي وكان الراجل اللي ساعده يهرب هو اللي بيتصل بيه، لكن داربي بيتفاجئ بان الشرطي اللي معاه هو اللي بيكلمه في التليفون. وساعتها الشرطي بيلف وشه وبيقلع الباروكه وبيكتشف انه كلايد، وبيحاول داربي انه يضربه بالمسدس، لكن كلايد كان حقن المسدس بتاع داربي سم بيتفعل اول ما يضغط على الزناد بيخليه ما يعرفش يتحرك بس حاسس باللي حواليه.
وبياخدوا كلايد في العربية وبيروح بيه مصنع مهجور وبينامه على سرير ويربطه، وبيكون حاطط فوقه مراية عشان يشوف العذاب اللي هيحصل فيه، ومتعلق فيها صورة مراته وبنته، وبيجيب المنشار وبيبدأ يقطع فيه. وعن طريق عربية الشرطة بتقدر الشرطة تعرف مكان المصنع، وبيوصل فريق المحققين لمكان داربي في المصنع، وبيتصدموا من المشهد وبيلاقوه متقطع 25 قطعة. وهنا بدأ الشك حوالين كلايد، لأنه الوحيد اللي ليه مصلحة في موته، وكمان المستودع اللي اتقتل فيه داربي كان بتاعه. وبتروح الشرطة بعدها لكلايد، وبيكون مستعد وعارف إن الشرطة جاية، وبيتقبض عليه وبيدخل السجن، وبيحاولوا يحققوا معاه علشان يعترف بجريمة القتل، بس بيفشلوا. وفي الوقت ده بيوصل لبيت نيك ظرف فيه شريط تسجيل، فبتستلمه بنته وبتفتكر إن ده شريط التسجيل بتاع الحفلة اللي عزفت فيها، لكن بتتفاجئ إنه فيه الفيديو اللي بيتقطع فيه داربي، فبتنهار عصبيا من اللي بتشوفه. وبيبدأ نيك في التحقيق مع كلايد، وبيحاول يوقعه في الكلام، وبيقول له برافو عليك إنك قتلت داربي وإيمز لأنهم يستحقوا تكون دي نهايتهم. وبيسأله نيك لو كان قتل داربي وإيمز، فبيرد عليه كلايد وبيفهمه إنه خطط لقتلهم بس ملحقش، وأي حد مكانه كان هيقتلهم في عقله مليون مرة. وعرفوا إن الشرطة مهما تدور مش هتلاقي أي دليل أو حمض نووي إثبت إن هو القاتل، وإن ده نفس اللي حصل مع داربي وخرج براءة. وبيمشي نيك وهو متعصب، لكن بينادي عليه كلايد وبيقول له إنه هيعمل معاه صفقة، وطلب منه يجيب له سرير مريح في الزنزانة لأن ظهره بيوجعه، مقابل اعتراف صريح منه. وساعتها نيك بيفضل يضحك عليه ويستهزأ بكلامه وبيرفض طلبه، فمدير نيك قال له المفروض توافق على الصفقة دي لأنها فرصتنا الوحيدة. وبعد شوية بتتصل مرات نيك بيه وهي منهارة من العياط، وبتحكي له عن الشريط اللي وصل لهم وإن بنته شافته. فبيخاف نيك جدا من كلايد وبيقرر يجيب له سرير مقابل اعتراف صريح منه. وبيروح نيك بعدها البيت وبيحاول يهدي بنته ويقول لها إن ده مش حقيقي وفيلم رعب مش أكتر. وبيروح كلايد المحكمة تاني يوم، وبتكون القاضية هي نفسها اللي حكمت في محاكمة داربي وخرجته براءة. وبيتكلم كلايد معاها وبيقول لها إن مفيش دليل قاطع عليه إن هو اللي قتلهم، وإنه عارف القانون كويس والقانون بيقول إنه يخرج بكفالة. وفضل يقول لها شوية قوانين من العدالة فاقتنعت، وفعلا بتوافق إنه يطلع براءة. وساعتها كلايد بيضحك باستهزاء وبيقول لها أنا قتلت شخصين، وعشان قلتلك كام جملة حافظها من القانون كنت هتطلقي سراحي، أنت عندك استعداد فعلا تخرجي قاتل للشارع عادي؟ وبيفضل يهينها بكلامه، وبتتعصب القاضية من رد فعله رغم إنها حكمت ببراءته، وبتأمر بحبسه بتهمة إهانة المحكمة. وبيقعد كلايد مع نيك بعد المحكمة وبيعترف ساعتها إنه هو اللي قتل داربي وإيمز، وبعدها بيقول له إنه عاوز يعمل معاه صفقة تانية وياكل لحمة من مطعمه المفضل ومعاه بطاطس محمرة والآيبود بتاعه مقابل حياة محامي داربي. وبيروح نيك للمحامية سارة اللي بتقول له إن محامي داربي مختفي بقاله 3 أيام ومراته ما تعرفش عنه أي حاجة. فبيرجع نيك بسرعة لكلايد، وكلايد بيقول له ما يأخرش الأكل عن الساعة 1، وبالفعل بيجي له الأكل اللي هو طالبه بس بيجي الساعة 1:08. وبيقول لهم كلايد على المكان اللي هيلاقوا فيه محامي داربي، فبيوصلوا للمكان ده وبيلاقوا شنطة المحامي على الأرض، وبيحفروا مكان الشنطة وبيفتحوا باب حديد تحت الأرض، فبيلاقوا المحامي جواها ميت ولابس جهاز أكسجين، وبيعرفوا إنهم كان ممكن ينقذوه لو ما كانوش اتأخروا 8 دقايق، لأن التأخير ده كان سبب في إن الأكسجين يخلص ويموت. وبعد كده بنشوف كلايد بيعرض على زميله اللي في الغرفة إنه ياكل معاه، وخليه يشغل جهاز الآيبود على الأغاني بصوت عالي. وساعتها كلايد مسك المعلقة وفضل يطعن زميله في رقبته لحد ما مات. وبيترحل كلايد لحبس انفرادي، وبيروح له نيك الحبس الانفرادي وبيديله اسورة بنته، وبيقول له إن مراته وبنته مش هيكونوا مبسوطين باللي هو بيعمله دلوقتي. فبيرد عليه كلايد وبيعرفه إنهم مش موجودين دلوقتي عشان يكونوا مبسوطين أو زعلانين. وبيروح نيك مع مديره في الشغل عشان يقابل واحد من صحاب كلايد لما كانوا في الجيش، وبيقول لهم ان كلايد كان العقل المفكر وعبقريته كانت مرعبه، وانهم في مره كانوا عاوزين يقتلوا واحد بره المدينه وفشلوا، وساعدهم كلايد عن طريق انه ركب قنبله في الكرفته بتاعته وانفجرت، ومراته لقت جثته في الحمام بعد كام يوم، وان قدرته انه يقتل اشخاص مش موجودين في نفس المكان جنبه. وبيحذرهم ان ممكن كلايد يكون سامع وشايف هما بيعملوا ايه دلوقتي. وعرفوا نيك انه في حبس انفرادي وعليه حراسه مشدده، لكن صديقه بيحذرهم ان كلايد مفيش حاجه بيعملها من غير سبب، واكيد قتل زميله في الزنزانه عشان يروح بنفسه للحبس الانفرادي، وفهمهم انه حتى ممكن يكون محبوس بمزاجه وانه هيقتل كل المتورطين في القضيه، والحل الوحيد علشان ينهوا سلسله الدم دي انهم يقتلوا كلايد. فبيتصل نيك بسارة وبيطلب منها تحدد اجتماع بسرعة مع القاضية لورا عشان كلايد طلع أخطر مما كنا مفكرين. ولما كانوا في الاجتماع مع القاضية بيجي لها تليفون على موبايلها، وأول ما بتحط السماعة على ودنها بتخرج رصاصة وبتقتلها فورا،
وبيروح نيك يتكلم مع كلايد وبيحذره انه ما يقربش لمراته وبنته، فبيرد على كلايد انه لو كان عاوز يقتلهم كان قتلهم من زمان لانه عارف كل تحركات عيلته وبيراقبهم دايما، وبيطلب منه انه يحرره من السجن قبل الساعه 6 الصبح، يا اما يقتل كل الناس اللي متورطه في القضيه بشكل مباشر او غير مباشر. بس نيك بيرفض الاتفاق معاه وبيجمع كل المحاميين والمحققين اللي ليهم علاقه بالقضيه وبيقعدوا في المكتب لحد الساعه 6، وبتيجي الساعه 6 بالظبط ومش بيحصل حاجه، وساعتها نيك بيفتكر انه خلاص انتصر على كلايد، وكل واحد منهم بيخرج وبيركب عربيته عشان يروح، وفجاه العربيات كلها بتنفجر ومنها العربيه اللي فيها ساره، وبيروح نيك وجوناس لعمده المدينه عشان تحاول تساعدهم في القضيه، وبيقولوا لها ان اكيد في طرف تاني بره السجن بيساعد كلايد، وبتفضل تلومهم وتقول لهم انتوا عاوزين تقنعوني ان ساجين عندنا وسط الحراسه دي كلها عمال بيقتل في الشرطه والمحامين، وبتعرفهم انها تعين عليهم حرس الفتره دي عشان الحمايه، وبيقرر نيك انه يبعت مراته وبنته يسافروا بره امريكا علشان يحميهم من كلايد، وبيتودعوا بنته وهي بتعيط وبتقول له هو انا هشوفك تاني، وبيقول لها ان دي حاجه مؤقته وقريب قوي هنرجع مع بعض من تاني. وبيرجع نيك للسجن عشان يقابل كلايد، وقبل ما كلايد يقول اي حاجه بيبدا نيك يضربه في وشه لكمات قويه جدا بتخليه يقع على الارض، وبيفهمه انه قتل 6 اشخاص ما لهمش ذنب، فبيرد على كلايد وبيقول له انا لسه بستعد بس، ودي كلها كانت البدايه عشان انا ناوي اقلبها حرب عليكم وانتقم من كل اللي كان السبب في موت مراتي وبنتي. وبعدها بيروح نيك وجوناس جنازه ساره، وكان فريق المحامين بيعيطوا على موتها، وبدا جوناس يحس بالندم انهم وافقوا على خروج داربي من الاول، وكان حاسس بتانيب الضمير ناحيه ساره لانها صغيره وما تستحقش كل اللي حصل لها. وبعد كده بيتحرك باقي الفريق بعربيات مجهزه ومحميه وكمان معاهم حراسه خاصه، وبيكون في حد بيحرك روبوت عليه مدافع رشاشه بين المقابر وشايف تحركات العربيات بكاميرات مراقبه على جهاز الايباد، وفجأة الروبوت بيفصل العربيات ما عدا العربية اللي فيها جوناس، وبيبدأ ضرب نار على العربية اللي فيها جوناس، ومرة واحدة العربية بتنفجر وبيموت في ساعتها. وبيروح نيك للعمدة وبتفضل تأنف فيه وتقول له أنا قلت لك تتعامل مع الموضوع ده وانت ما عرفتش، أنا أقرب صديق ليا مات بسببك وبقى عندنا مسجون في زنزانة قتل فريق محاميين كامل. فبيرد عليها نيك وبيعرفها إن هو كمان كل أصدقائه ماتوا، وهنا قالت له اللي المفروض أعمله دلوقتي إن أنا أرفدك، لكن نيك فاهمها إنه هيستقيل لأنه فشل وما بقاش قادر يتحمل خلاص. وساعتها العمدة قالت له ده مش هيحصل، احنا مش هنخلي مجرم هو اللي ينتصر علينا في النهاية، وطلبت منه انه يجيب الكتاب المقدس ويقسم عليه انه يدافع ويطيع دستور الولايات المتحدة وانه هيضحي بأي شكل عشان سلامة الوطن. وطبقت العمدة قانون الطوارئ في مدينة فيلادلفيا لان الناس بقت خايفة تخرج من بيوتها، واكتشف نيك ان كلايد عنده شركة في دولة بنما وقدر عن طريقها يعرف كل المباني بتاعت كلايد اللي موجودة في المدينة، وبالفعل بيكتشف وجود مبنى منهم جنب السجن على طول، وبيروح فورا للمبنى ده وبيدخل هو والمساعد بتاعه وبيلاقي آلات كتيرة ومجموعة خردة وعربية، وبيلاقي تحت العربية دي نفق ضخم بيوصل لكل زنزانة في السجن، واكتشفوا ان النفق مزود بالأسلحة والمتفجرات وملابس شرطة وأزياء تنكرية كتير، وان هو كان قاصد يقتل زميله في السجن عشان يتنقل لسجن انفرادي ويعرف يتحرك في النفق براحته. وبيشوف مساعد نيك باب حديد في السقف بيوصل على زنزانة كلايد الانفرادية، ولما بيفتحها مش بيلاقي كلايد، وفي نفس الوقت بيكون كلايد بتنكر في شكل عامل نظافة السجن نوموس وبيتمشى عادي جوه السجن وبيتفتش لان دي تعليمات العمدة المشددة، وتحققوا من هويته وتأكدوا انه هو نوموس وبيسيبوه يمشي. وبنشوف نيك والمساعد بتاعه وهم بيحاولوا يعرفوا باقي اسرار النفق، وبيكتشفوا ان كلايد عنده كاميرات مراقبة بتراقب كل انحاء السجن، وبيلاقوا تصريح دخول عامل النظافة نوموس وفيها كل تحركاته داخل مبنى البلدية اللي هيحصل فيه اجتماع النهاردة مع العمدة وطاقم أفراد الشرطة. فبيتحركوا فورا للمبنى وبيأمروا القوات إنهم يخلوا مبنى البلدية فورا، وبيطلبوا فريق متفجرات، وبيوصلوا لمكان مبنى البلدية وبيسأل نيك الضابط عن فريق التخطيط، وبيعرف منه إنهم في الطريق للمبنى ومعاهم فريق المتفجرات، وبيفهموا إن أهم حاجة يوصلوا بهدوء بدون أي صوت عشان كلايد ما يحسش بيهم. وبيكون الاجتماع اللي هيتم في المبنى في الطابق السادس، وبيكون كلايد مجهز القنبلة وقاعد تحت قاعة الاجتماعات في الطابق الخامس ومعاه جهاز مراقبة لقاعة الاجتماعات، وبيطلع نيك والمساعد بتاعه بسرعة للغرفة اللي هو موجود فيها، بس بيكون كلايد خرج من المبنى وركب عربيته ورايح ناحية السجن ومعاه جهاز المراقبة بتاعه على الايباد. ومع الوقت بيوصل خبير المتفجرات وبيحاول يفك القنبلة وسط ضغط شديد لان كلايد عاملها باحترافية انها تفجر الطابق اللي هم فيه واللي فوقهم، وان اطلاق القنبلة هيكون عن طريق رنة موبايل، وبيبقى فاضل ثواني والقنبلة تنفجر.
وبيوصل كلايد للزنزانة بتاعته وبيجهز الموبايل عشان يفجر القنبلة، بس نيك بيوصل وبيحاول يقنعه ان اللي هو بيعمله ده مش هيفرق حاجة عن اللي قتلوا عيلته، وانه مش هيرجع بنته ومراته لو فضل يقتل عشرات الناس كل يوم، وان كل واحد من اللي قتلهم عنده اسرة زيه بالظبط، وانه بيحارب الظلم بظلم اكبر. فبيختبره كلايد وبيقترح عليه انهم يعملوا صفقة جديدة، لكن نيك بيعرفه ان هو اتعلم الدرس خلاص، واكيد مش هيعمل صفقات مع مجرمين تاني زي ما عمل مع داربي قبل كده. فبيتبسط منه كلايد وبيقول له انا طلعت استاذ شاطر على الاقل، وبيعتذر له على اللي حصل، لكن برضه هيفجر القنبله. وساعتها نيك بيقول له انا اللي اسف، وبيطلع بره الزنزانه وبيقفل عليه وبيفهمه ان فاضل 25 ثانيه. وهنا كلايد بيسمع صوت القنبله تحت السرير، وبيكتشف انهم فتحوا باب الزنزانه عن طريق النفق وحذفوا القنبله جوه الزنزانه وقفلوا عليه من بره. فبيستسلم للموت وبيقعد على السرير وهو بيبص للاسوره اللي صنعتها بنته وهو مبتسم، وبتنفجر القنبله وبيموت. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس، علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.